كنت عم تسألوا أنا وين موجود اليوم؟ أنا موجود بجناح دبي العطاء. ساشا أنا ما سلمت عليكي دغري، بلشنا بالموضوع مع عبد الله، بس تحية لإلك ولكل المشاهدين. ومنحييك نحن كمان. اليوم أنا موجود ب اليوم أنا موجود بجناح دبي العطاء، هالجمعية اللي تأسست سنة 2007 لتمنح أطفال العالم أمل وفرصة ليحصلوا على أفضل انطلاقة بالحياة من خلال التعليم. وبال 2007 بوقت انطلق هالمشروع تم جمع حوالي المليار دولار أمريكي بفترة 8 أسابيع، هالأمر يلي ساعد إنه يحققوا هالهدف يلي كانوا عم يشتغلوا عليه يلي هو توفير التعليم للأطفال. أما اليوم بسنة 2021 هالمسيرة مستمرة وتطورت أكثر بكثير، لدرجة إنه صارت مساعدة أكثر من 20 مليون طالب ب 60 دولة مختلفة. والرسالة تبع هالجناح اليوم يلي عم بيركزوا عليها ورح نجرب نكون عم نضوي عليها قد ما فينا اليوم، هو إنه المستقبل إنساني. فهالجمعية عم ترجع تحط الإنسان كعنصر أساسي، وانطلاقاً من التعليم وهالثلاث أمور، إن كان توفير التعليم للأشخاص ومنحهم القدرة إنه يكونوا عم يتعلموا، تطوير التعليم إن كان من خلال تطوير الأمور كيف عم نتعلم، ورح نكون عم نضوي عليهم شوي بالجناح لأن موجودين بأسلوب مرح وممتع. وثالث نقطة كمان توفير التعليم بالأوقات والمحن الصعبة. بعتقد سنة 2020 كل العالم كان عم بيواجه محنة كتير كبيرة يلي كانت كتير صعبة، ودبي العطاء كان عم تقدر تكون من أهم الجمعيات البارزة يلي كانت عم بتساعد بتوفير التعليم بهذه الفترة. رح نبلش جولتنا هون، ومثل ما حتلاحظوا أول شيء الانتر اكشن والفيديو موجود على أغلبية الشاشات، يعني أول ما دخلنا هون أسلوب المرح كمان موجود من خلال التعليم على طول، بما إنه عم نرجع نحط الإنسان كالعنصر الأساسي والغاية من حواليه هي التعليم بطبيعة الحال. نزار خلينا نبلش نحن من هالناحية، بعتقد في أوريدي طلاب مدرسة موجودين، رح نكون عم نتعرف على هالغرفة. هالغرفة شوي بتغير الأمور يلي نحن بنتعلم فيها بالاساليب التقليديه. فاول اوضه هون عم نشوفها مع هذا الباب، الغايه من وراها انه نسمح للاولاد يكونوا عم بيعبروا بصوتهم ويكتشفوا كمان قد ايه صوتهم ممكن يكون عالي. عم بتشوفوا بالعدسه مع نزار هالمايكروفون الموجود جوا يلي رح يقدر انه يكون عم بيستعمل الصوت ويعرف قد ايه قوه الصوت يلي رح يتم تسجيلها على هذا العداد. رح اطلب من نزار نفرجيكم العداد هون، والجملة المكتوبة إنه ما مدى ثقتكم بأنفسكم، قد إيه أهمية التعبير وأوقات إنه منه غلط يكون صوتنا عالي لنقدر نوصل الأمور نحن بدنا نقولها. كمان الفكرة من وراها هي تسلية ولكن تثقيفية بنفس الأسلوب. رح ننتقل على لعبة تانية يلي هي هون مع نزار. الفكرة من ورا هيدي اللعبة هي أول شيء المنافسة شوي، روح المنافسة. رح تلاحظوا انه طلاب المدارس اللي عم بيعملوه من خلال الحركه عم بيلحقوا الاضويه يلي عم بيضووا على الشاشه المسار وين صاروا بالمرحله وقد عم يتقدموا وعم بينافسوا بعضهم، وفي عندهم مثل بونس هالشيء اللي مسمى تيربو بوست، اول ما بيكونوا عم بينطوا عليها رح تكون عم تعطيهم دفعه ايجابيه. كمان برجع بركز انه الغايه من وراء هالغرفه تحديدا انه التعليم فيه يكون ممتع، ومنه غلط اوقات نكون عم نقوم بحركات رياضيه لنقدر نكون عم نهدف بهالتعليم. وهون عم نشوف بعض الرسمات كيف انه الحركه ومختلف الرياضات اوقات ممكن يكونوا عم بيطوروا امور مرتبطه بالتعليم، ان كان الحركه الاجماليه مثل هيدي الرياضه. البوست هذا احتاجه عندي في البيت، يا اما التنسيق بين الايدين والعينين. في مجال اخذ البوست؟ عبد الله. في مجال اخذ البوست هذا احطه عندي في البيت واشغله بس ساعه قبل النوم واخلي عيالي يلعبون بس ساعه قبل النوم واخلي عيالي يلعبون وانام اجمل نومه في العالم بس ساعه انا كل نهار لا قبل النوم ساعتك بس بدك اياه مع الباروميتر يا ريت بس ما قلت لي بدك اياه مع الباروميتر لتسمع الدرجه ولا لا ما عندي مشكله خله ما تعود تعود على الدرجة بعطيهم ساعة وان باكج ساعة يسوون اللي يبغونه بعدها بس دخيل الله عقبها انام بما انك عم تنقي امور من هالجناح انت وساشا انا برايي تنطروا لنهاية هالجولة لان بعتقد بعد في كثير امور ما شفتوها انا اكيد انه رح تكون عم تنقل اعجابكم فعم ندخل نحن هلا بهيدا النفق الغاية من وراء هيدا النفق هون رح نكون عم ننتقل لنشوف كمان كيف فينا نكون عم نطور التعليم لنكون كمان عم نطور الانسان بطبيعة الحال. اليوم بعالم التكنولوجي نحكي عن الاوجمنتد رياليتي. Do you mind if you just put the headset on so we can use the display?
رح نكون عم نفرجيكم اليوم كيف فينا نكون عم نطور هالامور التعليميه، تطوير هالامور التعليميه من خلال هالاوجمنتد رياليتي اللي عم نشوفها هون، يا اما هالفيرتشوال رياليتي، رح تكون عم بتساهم انه بالبدايه تساعد الاشخاص والاطفال يتسلوا شوي اكثر، يعني يكون في طابع مرح من ناحيه التعليم. وثاني موضوع هون عم نحكي عن الانتر اكشن، يلي هي كيف رح يكونوا عم يتفاعلوا ان كان مع بعضهم ومع هالامور التعليميه والتثقيفيه. الدراسات بتفرجي انه هالامور رح تكون عم تساعد كمان انه الشخص تترسخ بذهنه هالمعلومات بعد اكثر، بما انه عم يتفاعل معها ومنا بس عباره عن كلمات عم بيقريها ومفروض انه يكون عم يتذكرها. وخاصة اليوم يعني بنعرف بعالم الجيمينج عدد كتير كبير من هالاطفال صاروا معودين انه الفيديو جيمز صاروا اغلبيتهم فيرتشوال رياليتي، فاذا التعليم كمان كان عم يتماشى مع هالامور بطبيعه الحال رح يكون عم بيشكل نقطة إيجابية وعم بيساعد الكل. فهون عم نضوي بهالغرفة على الـ Future of Education. رح ننتقل على آخر غرفة ويلي هي بتهدف عن كيف فينا نكون عم ننمي المواهب أم الـ Skills تبع الأشخاص كمان بأسلوب مختلف. فهون عم نحكي عن Skills of the Future، مهارات المستقبل. ورح تلاحظوا مثل ما هن موجودين هالطلاب اليوم، كل جزء منهم يعني كل فريق منهم موجود ببود معينة، رح يكونوا عم بيتواصلوا ويتفاعلوا مع هالتابلت الموجوده قدامهم. الاسئله اللي رح يتم طرحها على الشاشه هي رح تكون عم تهدف لتوعيهم اكثر على المهارات الموجوده عندهم حاليا، من بعدها رح يكونوا عم بينقوا المهن يلي حابين هن يكونوا عم بيحترفوها، وبنهايه هالاختبار المرح، يعني منه اختبار، اذا عم نقول اختبار وطلاب مدرسه دغري نبلش نفكر انه واحد لازم يكون عم بيدرس، لا، من اخر هالاسئله اللي رح يكونوا عم بيسالون اياها رح يحصلوا على نصائح عن شو هن نوع المهارات اللي لازم يكونوا عم بيطوروها ليقدروا يكونوا عم بيمارسوا هول المهن. وكله كنتوا عم تشوفوا هو من خلال هالانتراكتيف اكسبيرينس، شاشه على تابلت موجوده قدامهم يلي كمان عم تتواصل معهم بحسب الاجوبه اللي هن عم بيعطون اياها. يعني اليوم باختصار فينا نقول انه التعليم لازم يكون عم بيشبه الطريقة يلي عم بيعيشوا فيها الطلاب، إن كان من كيف بيستهلكوا مضمون من خلال أمور ديجيتال سيرفيسز، يعني لما نكون عم نسمي شركة عن تانية، إن كان على الآيباد، على التابلتس، على السمارت فونز تبعهم. وعم نلاحظ إنه هالتطور أكيد رح يكون عم بيساعد ليعزز المسيرة، يا أما الرسالة الأساسية يلي هي إنه المستقبل هو إنساني، والإنسان هون أهم نقطة له يكون محدد للمستقبل هو إنه يتم الاستثمار له بالتعليم. فهيدي كانت تجربة سريعة عن هالجناح. نرجع لعندكم عبد الله على الاستوديو وساشا. يعني جولة ممتعة كانت معك يا إلي، وحلو كمان إنه التخصيص إذا بدك أماكن يمكن الأطفال مثل ما عم نشوف هلا قديش كانوا مستمتعين بهالأجواء، وأخذنا فكرة شو رح نعمل على كل حال. تقول لك الأطفال مستمتعين، أنت قبل شوي أول ما طلعت الفي آر كان تقول يا أنا بدي أجرب هيك. إيه ما قلتي تعرف بعتقد يعني بتمنى لو كان ايامنا بالمدرسه كان في غرفه فيها نروح عليها ونصرخ قد ما بدنا ونرجع نروح على الصف ونفش خلقنا، بعتقد هيك كانت بتساعد يعني. جدا الحين تساعد، ما بالك بالمدرسه تساعدنا قلنا الحين تساعد والله.